جرم المشرع التونسي الاتجار بالبشر واصدر في 3 من أوت 2016 القانون عدد 61 الذي يمنع الاتجار بالبشر ويدعو الى مكافحته، ولكن الازمات العالميه وعدم استقرار الاوضاع الجيوسياسيه تسبب في الهجره غير النظاميه والتي تعتبر السبب الاول والمباشر في تفاقم جريمه الاتجار بالبشر في تونس، حسب روضه العبيدي رئيسه الهيئه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالاشخاص. قرابة 80% إذا كان مش أكثر من الضحايا الأجانب، ضحايا الاتجار بالأشخاص، هم بالأساس في وضعية غير نظامية. يعني الوضعية الغير نظامية هي اللي خلاتهم يوصلوا يوليوا ضحايا الاتجار بالأشخاص، لكن لهنا يوليوا تحت حماية القانون. عندنا قريب 60% من ضحايا الاتجار بالأشخاص بصفة عامة في تونس هم من الأجانب، قبل عمرهم ما تجاوزوا 49-48%. الأجانب هذوما برانسيبالمون أساسا هم من الأفارقة جنوب الصحراء وتحديدا من الإيفواريين. إذا كان ناخذوا عمناول نلقاو عندنا 1100 ضحية، 2022 عندنا 766 ضحية. يبقى ديما أغلبية الضحايا هم من النساء ومن الأطفال. وحسب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص فإن أغلب الضحايا من الأطفال، نجدهم في الاستغلال الاقتصادي وفي العمالات المنزلية وفي التسول. دونك لنا وقعت خدمة كبيرة مع وزارة الداخلية على مسألة التسول بالأطفال، وإلا الأطفال اللي قاعدين يتسولوا، وإلا زاد نستغلهم في بيعان الكلوروفيل البابي مشوار. يعني برشا خدمة اللي قاعدة تصير سواء مع وزارة الداخلية سواء مع وزارة المرأة. من ناحية أخرى يعني أنا أقول سنة متميزة. أعلاش سنة متميزة؟ على خطر على مستوى وزارة العدل أول مرة تكون عندنا رؤية واضحة بالنسبة للقضايا، بالنسبة للتتبع، بالنسبة لتطبيق القانون. يعني احنا أول ما بدأت الهيئة في 2017 كانت عندنا 30 قضية، 2022 عندنا قريب 600 قضية اللي هي قضايا منشورة قدام المحاكم، ثم قضايا اللي تحكم فيها واللي أحكام كانت زاد أحكام هامة اللي وصلت لعشر سنين وصلت لعشرين سنة. كجمعية ساهمنا معناتها في اللجان اللي اشتغلت من أجل المناصرة، من أجل إيجاد معناتها إطار قانوني لحماية الأشخاص المتعرضين للاتجار بالبشر، وكذلك حرصنا من أجل يكون القانون هذايا يبنى على أساس قوانين دولية وكذلك لو دووا دو لوم دون فاسون جينيرال وحقوق الإنسان. روضة العبيدي أكدت أيضا أنه وللأسف تونس معنية بالتشغيل القسري وخاصة المهاجرين غير النظاميين واستغلال أطفالهم في الجريمة، وضع أكده وزير الداخلية كمال لفقي. مجموعات تقوم بعملية تهريب المهاجرين وتساهم في عملية معناها إساءة الوضع لهؤلاء، فيصبح مرتع للتجارة للاتجار بالبشر، مرتع للاتجار بأعضائهم، مرتع لتوظيفهم معناها وظائف مهينة وسيئة وتسيء بحق الإنسان. وحسب الهيئة الوطنية للإتجار بالأشخاص تبقى سنة 2022 سنة مميزة في التصدي ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وذلك بتضافر مجهودات مؤسسات الدولة سواء على مستوى التشريع أو إنفاذ القانون.